كلمة معاك خلته اللي سمعتها أنا بدايتي وجرحتني وهزتني هزت كياني، خلت ابني هلأ يكون شايف على مستوى العالم العربي. حولت التنمر لطاقة ولأمل. هاي واضح، كيفكن؟ شو أخباركن؟ منيح؟ اسمي شيف الحاج مهدوم. أنا خدت مركز أول شيف همم. أنا محلي شاورما التركي. مرحبا واضح، أنا أم الشيف علي حيدر مهدوم سميرة بعلبقة. أنا بلشت معالي بأيام كورونا، بلشت معالي كنا بالبيت وكنت فوته على المطبخ معي وشارك معي بالطبخ، حسيته كتير مهدوم فصرت صور له الفيديو ونزل له على السوشيال ميديا، وهيك صرت اكتشف موهبة علي كل يوم بعد يوم، يعني صار يتابع معي وحب هالشي. مرقنا بكتير قصص تنمر، ظروف صعبة كانت، مجتمع مش متقبل، محيط ابدا ما كان مناسبنا، مرقنا كتير ورفض واسمها كلمة انه هيدا معاك ضبي بالبيت، هيدي الكلمة اللي خلت الشيف علي هلا يكون شيف على مستوى العالم العربي. انا كنت مصورة لعلي ودخلته بمهرجان توب ايفنت واخذ المركز الخامس على مستوى العالم العربي، بعدين عرفنا على السوشيال ميديا وكان في مسابقة بالشبكة العربية كمان بالامارات، فاز علي فيها المركز الاول على مستوى العالم العربي شيف همام، ورجعنا شاركنا بمسابقة الوسام الذهبي واخذنا علي المركز الاول على مستوى العالم العربي كمان، يعني بدك تقولي علي ممثل لبنان 3 مرات. شيف علي توظف بمطعم وهلا علي بينزل على الشغل كل يوم، دوام شاب مثله مثل اي شاب طبيعي ما عنده مشكله. انا بروح على الشغل وحبوني مزبون، انا بس عمي شاورما عم لفون نطير مزبون فضلوا قالوا سهله. والحمد لله هيدي كانت شغله كثير حلوه لعلي انه اثبت ذاته واثبت انه هو بيقدر يندمج بالمجتمع وينخرط بالمجتمع، وهيدي كانت رسالتنا من الاساس انه نحن نشتغل على شاب من زاويه الهمم ليوصل. انا من حلمي بدي افتح مطعم. بفضل الله انا هلا اسست جمعيه لذوي الهمم لاشتغل على تمكينهم، تمكين امهاتهم، لحتى نقدر نوصل هالرساله، الرساله اللي هي انه نحن هدول الاطفال بيقدروا يكونوا اصحاء، بيقدروا يكون عندهم مندمجين، فينا نغطي على اختلافهم بتعبنا نحن، نمكنهم، نشتغل على نطقهم، نفرجيهم شغل يشتغلوا، بيقدروا فعالين.